بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة منخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 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 وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. موضوع الآيات الكريمة من الآية 1 إلى الآية 5 وجوب الإيفاء بالعقود وبيان ما أحل الله تبارك وتعالى وما حرم. تفسير كلمات القرآن. قوله تبارك وتعالى: الميتة الحيوان الذي زالت روحه بغير ذبح شرعي. الدم الدم المسفوح السائل. لحم الخنزير. الخنزير بجميع أجزائه. ما أهل لغير الله به. ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تبارك وتعالى. المنخنقة الميتة أو الميتة بالخنق، فتموت ولا تدرك ذكاتها. فتموت ولا تدرك ذكاتها. المنخنقة الميتة بالخنق. الميتة بالخنق، فتموت ولا تدرك ذكاتها. الموقوذة ما ضربت بشيء ثقيل كحجر أو عصا حتى ماتت. الموقوذة ما ضربت بشيء ثقيل كحجر أو عصا حتى ماتت. المتردية ما وقعت من أعلى إلى أسفل فماتت. النطيحة التي نطحتها أخرى فماتت. ما أكل السبع ما أكل منها السبع فماتت بجرحه. المراد بالسبع كل حيوان مفترس. ما ذكيتم ما أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه بأن قطعتم أوداجه وأنهرتم دمه وذكرتم اسم الله تبارك وتعالى عليه. وما ذبح وحرم عليكم ما ذبح. النصب حجارة حول الكعبة يعظمونها ويذبحون الذبائح عندها. تستقسموا تطلبوا معرفة ما قسم لكم في الغيب بالأزلام بالقداح المعروفة في الجاهلية كانوا يضربون بها على الميسر ويقترعون بها. ذلكم فسق معصية. اضطر ألجأته الضرورة للتناول منها. مخمصة مجاعة شديدة. متجانف لإثم متمايل إلى حرام بتجاوز قدر الضرورة. الطيبات ما أذن الشارع في أكله. وما علمتم وصيد ما علمتم. الجوارح الحيوان المدرب على الصيد كالكلاب والطيور. مكلبين معلمين لها الصيد. طعام الذين ذبائح اليهود والنصارى. حل حلال مباح. المحصنات العفيفات الحرائر. أجورهن كناية عن المهور. محصنين متعففين بالزواج عن الزنا. غير مسافحين غير مجاهرين بالزنا. متخذي أخدان مصاحبي خليلات للزنا سرا. يكفر بالإيمان ينكر شرائع الإسلام. حبط عمله بطل ثواب عمله. من أسباب النزول في الآية الكريمة الآية رقم 3 أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد الله ابن جبلة ابن حبان ابن حجر عن أبيه عن جده حيان أو حبان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة فأنزل تحريم الميتة فأكفأت القدراء. في الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. الآية روى الحاكم والبيهقي عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج وهو قائم بالباب فقال: قد أذن لك. قال: نعم، ولكن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروا. فأمر أبا رافع: لا تدع كلبا بالمدينة إلا قتلته. فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت
التي يعني أمرت بقتلها، فنزلت الآية الكريمة. ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت الآية الكريمة. هذا، والحمد لله رب العالمين.